طبيعة الحال المجموعة في المباراة الأخيرة قدمت واحد المستويات اللي كبيرة، تنسوا بأنه التدوير بين اللاعبين اللي عطى كما تنقول واحد الإضافة، عطى اللاعبين بقوا في اللياقة البدنية ديالهم. اليوم تقريبا غيدخلوا بالتشكيله الرسميه، تنتمنى ان شاء الله يتوفقوا امام المرمى، لان تعرف ان فريق الرجاء بدا توصل البوطو بزاف وتيسجل ولكن تضيع بزاف المحاولات. تنتمنى اليوم في هذه المباراه هذه الفرصه الاولى اللي تجي ان شاء الله تسجل، تجي الفرصه الاولى تنظر بان الشهيه ديال اللاعبين تفتح، وتنتمنى ان شاء الله اليوم يكون اللاعبين يكونوا في النار ديالهم. اذا قلت اللاعبين تنقول لاعبين 11 لاعبين وحتى اللاعبين اللي في احتياط.